مرحبا، اليوم راح اوريكم يوم من المدرسة كيف يكون. وصل حبيبي، يلا ماما مدرسة. صباح الخير. جاهزين؟ ايش فيكم زعلانين؟ عيب حبيبي، عيب تقول. ايه بس للاسف انت الحين بتروح المدرسه. يلا روحتي شنطه، وروني شنطكم. تمي ورني شنطتك. يلا ورني، يا ارفعها فوق. الله يا سلام، صوتي عالي هنا، ورني شنطتك. الله يا سلام، وش الشنطه الحلوه يا فيصل؟ وش الشنطه الحلوه؟ جلس شوي تابع في الجوال قبل. تحفظ سورة ايش يا تومي؟ سورة الفاتحة. حفظتها ولا لا؟ ايه. قولها لنا يلا. الحين. الا الحين. ليه؟ يلا قول لي يلا. ليه؟ يلا قول ايش، شوف انت حافظ ولا لا، عشانك نجمع يلا. شفتم الشاطر لما يفسخ الملابس حق البيت؟ ها ويرتب ملابسه عشان يرجع من المدرسة ايش يسوي؟ يلبس. جهزنا اللانش بوكسات عشان نلعب بيهم فطور العيال. طبعا شوفوا انا كل يوم اسوي 5 لانش بوكس، بس راح اوريكم شو راح اسوي فيهم وش راح اعبيهم اليوم. توست قصيتها، بسوي لهم ساندويتش هوت دوغ لانهم مره يحبونه. بوريكم شكله النهائي.
هذه شوكات تستخدمها وترجعها في لانش بوكس. اوكي لولا شو رايك؟ شكرا. انت اول سيرة هذه انا عجبت حبيبي. بالعافية. يلا سكروا سكروا يلا سكروا عشان ما يصير حار. يلا طيب يلا باي يا ماما. باي يا تومي.